المحبين والعشاق للأخضر متباينة متفاوتة بين فرح وحزن في النهاية، أيضا في أعمالهم، لأن المباراة كانت قد أقيمت في توقيت يتزامن مع تواجد الموظفين على مكاتبهم. كاميرا الملعب كانت قد تجولت في مكاتب الموظفين وتابعت كيف لهم أن يتلقوا ردود الفعل حول مباراة المنتخب السعودي. نتابع. يوم عمل عادي، ولكن لا يخلو الأمر، فالمنتخب السعودي يقدم مباراته المصيرية. طرق عدة لمتابعة المباراة في وقت الدوام واستراحة الغداء، حتى إن لم تتوفر شاشات التلفاز، فنتيجة المباراة كانت تصل مباشرة للجمهور المتشوق لمعرفة النتيجة. لا أكيد بتابع عن طريق النت معي في الجوال على طول، عند الجوال هنا وهنا أتابع عن طريق أي واحد فيهم، ما في أي واحد بيفوت مباراة المنتخب أكيد. أتمنى فوز المنتخب، بما أنه سمعنا أن المباراة الآن نتيجة 1-0، نتمنى أنه تكون زيادة، ولا إن شاء الله الفوز إن شاء الله يتحقق المنتخب وبالتوفيق إن شاء الله. بس جانب أن المباراة الحين 1-0، سالم الدوسري سجل هدف الأول. بعد الشوط الأول كانت لا تزال المعنويات مرتفعة. أتمنى التوفيق للمنتخب وتستمر النتيجة الآن 2-1 للسعودية على أستراليا. أتمنى أنها تظل النتيجة هذه لنهاية المباراة ونتأهل للتصفيات الثانية بإذن الله. نحن عرفنا أنه المنتخب السعودي 2-1 الآن دا يلعب، وهو إن شاء الله نتمنى له التوفيق. أنا مو سعودي، بس أنا يعني أتمنى للشعب السعودي كل الفرح والفوز والتوفيق بالمباراة اليوم إن شاء الله. نهاية المباراة أثرت سلبياً على نفسية الجماهير في المراكز التجارية ومراكز التسوق، فمعظمهم رفض التصريح بأي جواب. كنت أتابعها، طبعاً ما حرص أني أول شيء أتابعها، بس جتني النتيجة عن طريق الواتساب والبلاك بيري مع الشباب على طول. كم المباراة؟ والله شفتها 4-2، كان المنتخب متقدم 2-1 الظاهر، بعدين قلبوا النتيجة. خلاص تابعونهم المنتخب بالحالهم، انا عني ما راح اتابع صراحه، خلاص يكفي حرق اعصاب كل مره. والحين احلى اجازه يعني لين 2015، بنروح استراليا مره ثانيه برضو وبننهزم. والشارع الرياضي والله متوتر وقلق جدا على المنتخب وحاله المنتخب الان، للاسف ما اقدر اضيف اي كلمه الحين. انطباع المباراه طبعا كان جيد الشوط الاول، الشوط الثاني والله صارت زي بعض الاخطاء الدفاعيه زي العاده، طبعا كل شيء زي العاده، ما شفنا اي شيء جديد اليوم. ردود فعل غاضبة ربما جاءت بهذا الشكل. الاتحاد السعودي لكرة القدم حل استقال أعضاء قبل ذلك. عثمان أبو بكر مالي، حالة إحباط يمر بها وتمر بها الجماهير السعودية، بينما كانت في الشوط الأول لحظات فرع عارمة ربما، وانتظرت صافرة النهاية لكنها جاءت على عكس ما كنا نتوقع. الحقيقة طبعا قبل المباراة كان هناك تفاوت كبير في الواقع، في الآمال وفي الطموحات وفي الآراء وفي التوقعات بالتأكيد يعني، لكن كان هناك يعني نسبة يعني طاغية من التفاؤل لدى الكثيرين. زادت هذه النسبة طبعا في الشوط الأول المستوى الكبير اللي قدمه المنتخب والأداء الجيد وخروجه بالنتيجة، تقدمه ثم عودته إلى التقدم مرة أخرى والأداء الكبير اللي كان عليه اللاعبين. ولاحظ رجل الله أنه في بداية الشوط الثاني كان يمكن أن تكون النتيجة مختلفة، يعني لو أنه الحظ قليلا ساعد ناصر الشمراني في الكرة التي كان يمكن أن تجعل النتيجة 3-1 للأخضر، لكن مع الأسف بعد تلك الكرة مباشرة عادت الهجمة وسجل المنتخب. ولا أدري يعني خلال الأربع دقائق اللي سجل فيها المنتخب الأسترالي 3 أهداف، يعني ما أدري إيش اللي أصاب اللاعبين الحقيقة، حاجة غير يعني ما أدري يعني بالنسبة لي، يعني حتى التحليلات اللي سمعتها يعني ما فسرت الحالة التي أصابت اللاعبين في تلك اللحظة. صحيح كانت هناك أخطاء واضحة، كانت هناك فراغات، وكان يجب أن يكون هناك تدخل صحيح، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء.